وشلت بالناس اتصار اخر الليل وش ملاكت راح اقول لك شغل اصلك. هذه تحديات يبا وذا البث تستفيد منه. وش تستفيد منها؟ ما غير خسائر على الفاضي، مخسرنا البيض والفلفل وحتى البصل خدته. يا ولد الحلال على ما قال ابوك، اذا انت فاضي راح ادور لك على وظيفه. هذه وظيفتي يمه، واعتبريها عن بعد، وادخل فيها اكثر من موظفين بعد. اصبري ها. شوفي هذه 100,000 ريال دخلتها في اسبوع واحد بس. عجيب والله. هلا والله بالمتابعين، اتحداك البث البطل. من هو ذا؟ الشبح الذهبي. خلك مركز وصحصح معي ها؟ نبي التوب 1 يا عيال، اوكي؟ تبون قستات؟ ابشر ابشر بعزكم. خلنا نشوف هذا من هو ذا؟ اقبل جولة يا عامر. شدوا يا عيال شدوا، كبسوا كبسوا، قفلوا ملفه من بدري.